السلام عليكم لافامي، مرحبا بكم في فلوق جديد. اليوم في الجي كابيتال ديال الجزائري. اليوم كنتواجدوا في الجي سنتر فيل بلان سنتر. عرفنا اليوم فلوق جديد رمضان، جي شويه الساعه معطله صراحه، ساو شي حاجه ديال العشيه. الناس صافي مور العصر دابا راه بدات كتخرج، كل اللي كيمشي كيرجع من الخدمه. هنا دابا الساعه تقريبا 6 ديال العشيه، كيودن مع تقريبا داك 7 وربع 7 وثلث. المهم عليها كاين دابا لومبوتياج. المهم كما كتشوفوا لهي كاين هذيك لا ستاتيو ديال ديبوندونس، راه هي كاينه تما، هي ديال الشهداء. وعندك الموسكي دالجي، اكبر جامع في افريقيا، هو اللي كتشوفوا راه هو كاين لهي. وحنا في بلان سونتر الجي جينا اليوم فلوق جديد للشباب. خليكم معنا، رمضان مبارك سعيد. غادي نديروا افطار ان شاء الله، غنشوفوا فين غادي نفطروا ان شاء الله في الجي. السلام عليكم. وما اخوة، احنا كنتواجدوا دابا في عاصمة الجزائر، معكم في فلوق جديد اليوم. صراحة الجو شوية بارد، كاين دابا تقريبا واحد 20 درجة، مي بالليل كيوصل حتى 13 درجة. الليل كيتحرك السم ديال البرد، اللي جيت محزم جايب معايا الجواكيطة ديالي. وحنا لي بلان سونتر، ما كتشوفوا حنا غون بور دالجيري، وهذا غون بور دالجي. البلاصة اللي كنا فيها هي ساحة الشهداء، هي اللي كنا فيها قبيلة. دابا نعماس، غنمشيو غير للبلايص اللي هما معروفين هنايا. المهم الدنيا دابا راه كتعمر، ولكن واحد شوية صافي غير كيقرب المغرب كيأذن، ما كيبقى حتى شي واحد، وخاصة نلقاو فين نقصيو. داكشي علاش نحاول نزرب شوية باش ما نتقلبوش. بزاف ديال لي غيسو ديال القهاوي كلشي كيسد، قليل اللي كيبقى حالين. وما عرفتش دابا انا فين، ما عرفتش الصراحة فين غادي نفطر. المهم الاخوان شوفوا ميسيون ديال الافطار، ما شاء الله الاخوان صراحة مدينة غزالة تبارك الله. هاد الاركتيكتور ديالهم ديال الجي سونتر زعما اونيك. راه ماكسي ساحل، ماكسي كوت عندهم الصراحة في الجي. ما عندك شادة من هاد القنت هذا، وجاية دايرة كاملة وغادية تا الجهة الأخرى أون فاس لهي الأخر ديال جات دايرة تقريبا، فهمتي؟ داير بحال شي نص دائرة. ما شاء الله مدينة تبارك الله غزالة. المهم غادي نكملو الدورة ديالنا. صراحة دابا ما كنقدرش نصور كلشي حيت كنقلب على شي بلاصة اللي نقصي فيها. بان كنت قبيلة دايز من واحد البلاصة، بانت لي واحد مائدة رمضان فيها 7000 روبا، واحد الشارع طويل حدا لا كون بوست. دابا غادي نرجعو ليه، اي سينو انا ما كانش فمشي حيت بعدت شويه صراحه. لا ما كانش غادي نمشي، غادي نمشيو شي بلاصه اخرى. المهم الاخوان مساكنين في الجي، الجي سونتر. المهم الاخوان راه كاينه حتى واحد لاكار ديال هذا سميتها لاكار ماريتيم ديال الترين، كاينه هنايا راهي ليه. الناس صراحه الله يعمر ليهم الدار، اي واحد كتهضر معاه. منين وصلت الصراحه اللي كنهضر معاه يقول لي مغربي مغربي، احسن ترحيب صراحه. دابا غادي نكملوا الجوله ديالنا في الجي. الاخوان تقلب البروغرام، وقع دابا واحد الفيلم، كنت غادي هكذا كنصور، جا عندي رضوان الاخ رضوان الجزائري. السلام عليكم. كنت غادي بحال هكذا كنتمشى، قال لي مين مروكي، قلت له مروكي منين من الرباط كذا هذه، قال لي اول مره في الجزائر، مرحبا بك ضروري تجي تفطر عندي. مرحبا بك، خسارة عليك. الله يحفظك اخي، ما نطلقوكش تروح هكذاك، سيرتو في سيدنا رمضان. الله يحفظك. المغاربة خاوتنا. معلوم. وي. والله بيان سور نحبوكم حنايا من القلب اخي رضوان. الله يعيشك، بارك الله فيك خويا، الله يعيشك. قال لي والو ما بغاش يطلقني، قال لي والو غادي تفطر معايا. تجي معايا سيبون، بعث ميساج للدار قلت لهم راه عندي ضيف. قلت لهم راه عندي ضيف لازم يجي يفطر معايا، ما نطلقوش يروح هكذاك. صافي صراحة حشمت، والله إلا حشمت نرد عليه في وجهه. قلت صافي غادي ندوزو الافطار ان شاء الله مع الاخ، ان شاء الله رضوان. او
فوالا باش تشوفوا تبارك الله الترحيب ديال خوتنا الجزائريين. ها انت رضوان هي غادي بارازار تا كيعرض عليك لدارو تقول لك يلا تفطر معايا. المهم اخوان تقلب البروغرام ديال الفلوغ غادي نمشيو مع الاخ رضوان طرون جماعي ان شاء الله. احنا في ساحه شهداء هاي اللي كرام عارين من هيه البحر منا ها وليك المسجد الاعظم راه يبان منا الجامع الكبير تاع الجزائر ابنها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه ربي يرحمه. وانا اون فاس انا اون فاس ليغليز تاع بكري. هذه ليغليز تاع بكري شنو ولات دابا؟ ما ولات والو رايحه بصح هكذاك برك. باقي شغل ميوزي هكذاك برك. خلاوها مونيمون هكذاك مونيمون واحد. كاين المسجد الكبير اللي كان يصلي فيه كانوا يصلوا فيه كاع الرياس على كل حال هاوليك خاطش جاي زعما في قلب العاصمه في ساحه هذاك اللي لا لا هذيك لامارين لامارين هاو المسجد الكبير مر بنيان هذا من اللور داكور هذاك اللي هي صايب القبه ديالو شو ماشي كبير بصح يعيطوا له المسجد الكبير لانه زعما كان يصلوا فيه الرياس بكري داكور. وهنايا ساحه الشهداء هذه ساحه الشهداء قلنا على جامع اليهود القصبه القصبة هي اللي الفوق القصبة الفوق يعني الفوق تبارك الله ما شاء الله. هذه وزارة التجارة تابعة لوزارة التجارة ماشي وزارة التجارة وزارة التجارة بس احنا الوزارة تاعنا قاع جايين في بن عكنون حيدرة ورا بناية قديمة هذه يا اخي رضوان بناية قديمة كاع هذا بناية قديمة كلشي قديمة كلشي ما سيسي الفو ما حيدوش بقى هو هذا سيسي الفو هذا راه موه كيما هذه الجزائر البيضاء كيما راك تشوف فيها هكذايا تشوف الباطيمات هذوك كاع البيضاء رمموهم رمموهم كيما حنا نقولوا عاودوا ريانيسيليزاوهم جدوهم جدوهم خلاص منها ما كاش بس كاين باركينغ انا صافي كاين باركينغ يديروا لي ترافو هذا هو الجامع هذا هو الجامع الكبير اللي كان يصلوا فيه الرياس يعني الرياس يصلوا فيه في الاعياد في المواسم الاعياد الجمعه داكور يعني ماشي تاع دايما لانه الرئيس ما عندوش الوقت باش يصلي كاع الاوقات في المساجد الجمعه الجمعه والاعياد العيد الصغير العيد الكبير داكور وما تكون وليمه تاع شو اسمه الجامع هذا خير دول الجامع الكبير المسجد الكبير ما هذا هو المسجد الكبير المسجد الكبير اللي كان شحال هذيك ودابا الفيرسون الجديده ديالو هي هذيك هذاك الجامع الكبير هذا المسجد الكبير هذا مسجد وهذاك الجامع اي والله لانه هذاك الجامع راه فيه جامعه تاع لا فيها ما فيها مكتبه فيها وين يقراوا القران فيها وين صافي يعني جامع هذاك واش معناتها جامع جامع كل شيء جامع كل شيء نعم مصلى مسجد فوالا مسجد ماياك مسجد لا نقولوا مسجد تاع القرايه تاع القرايه تاع الاخر مي الاخرى نقولوا دار الامام دار داكور دار الامام وين يقراوا الائمه وين يجتمعوا وين يديروا الاخر تاعهم داكور فتوات الفتوات فوالا ولكن هذا هي مسجد الصلاه هذا مسجد للصلاه فقط تبارك الله شو اسمه المسجد مسجد كبير مسجد كبير المسجد الكبير مسجد الكبير بساحه الشهداء بساحه الشهداء بساحه الشهداء الاخوان راه هي اللي من مورانا شو هذا الاخ رضوان كيعطينا دابا شويه ديال لي زانفورماسيون على الجي كما كتشوفوا هذاك المونومون واش نسميتو دابا رياض الفتح رياض الفتح هو الرمز ديال الجزائر هو الرمز ديال الجزائر هو يعني كيعني لانديبوندونس ديال الجزائر ياك الاستقلال هو تما مقام الشهداء مقام الشهداء الناس اللي ضحاوا الناس اللي ضحاوا على اجل الجزائر على الجزائر من اجل الجزائر كاين بعض الشهداء الكبار مدفونين تما سماوه مقام الشهداء رياض الفتح رياض الفتح وكاين لا جوناس واحد لا جوناس تاع 70 كانوا يعيطوا له هوبل دوكا تاع دركا ما يعرفوهاش هذه لوكا تقول واحد يروحوا لهوبل ما يعرفهاش ناس زمان يقولوا له هوبل جينيراسيون جديده ما يفهموش هادشي دوكا اللي تحت ال 20 هادشي كينقارض هادشي ياك كينقارض اللي تحت ال 20 تقول له هوبل ما يعرفش معناتها هوبل مام كانت 200 دينار تاع بكري 20000 فاميل فيها مرسوم هوبل تنمو اللي هي مؤنث بسك دراهم ورقه مؤنثه كانوا يقولوا لها هوبله
دوكا هو بلا واش يبو حل لا جوناس تاع دوكا تاع 15 ولا ما نعرف هذا هي مقام الشهيد. المهم اخوان هذه كانت تعريف ديال المقام الشهيد من اشهر لي مونومون اللي كاينين في الجزائر. حيت هو الرمز ديال الجزائر يعني عنده واحد بلاصه مهمه في الجزائر. وتبارك الله تداك الجامع اخي رضوان الله يبارك نروحوا ليه ان شاء الله الله يبارك حتى تبارك الله من هنا يبان كبير اكبر جامع في افريقيا الاخوان اكبر جامع في افريقيا او دوزيام او ثروازيام ولا دوزيام مونديال دوزيام ثروازيام مونديال الاخوان تبارك الله ما شاء الله من حيث المسافه تاعو لونغوتوراج تاعو ومن حيث عدد المصلين داخل تبارك الله من هنا راه كاينه واحد لا ديستانس كبيره وتبارك الله راه كيبان كاين من تما فايت 10 كيلومتر من هنا لتما هكذا وفول دو زوازو فايت 10 كيلومتر ابي بري واش نشوف فلي ان شاء الله هنا نوريه لكم بالضواوي ومن الداخل الله. ان شاء الله رضوان غيسارينا وفطرنا تبارك الله الترحيب ديال الناس ديال لي زالجيريان تفطر وتجي تدي معاك كاع يا الله شكرا بزاف اخي رضوان على الترحيب بلا مزيه بلا مزيه راك خونا قسما بالله شكرا بزاف وصراحه ما عمر شي بلاد تبارك الله رحبوا بيا فهمتي بهاد 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 التهويره هادي كما كنقولوا مرحبا مرحبا يا اخي تلاقينا سيربريز والله الا سيربريز مرحبا بك الله يحفظك اخي رضوان عيط قلت لهم هو جاي ضيف ها هو جاي ضيف قال لك شكون هذا الضيف قلت لهم المهم رجل قال لي والو عربي مسلم والو تفطر معايا والو قلت لي انا راه كنقلب على شي بلاصه نفطر فيها هنايا سولته فهمتي بارازار والو تفطر معايا ها هو رضوان معنا دابا خارجين مسركلين ما بقى والو الزمن باقي تقريبا واحد واحد 35 مينوت هكذا 35 مينوت. المهم اخوان دابا راه قاصدين الدار ديال رضوان شو ان شاء الله نفطروا فيها مرحبا بنا عندك اخي رضوان مرحبا بك وباللي جابك كاع الله يحفظك اخوان دابا ديريكسيون لا ميزون ديال رضوان ان شاء الله نفطروا انصومبل ما كنتش كنقول اختاش غادي اي غادي ناكل هاد الشوربه هادي نسمع بها ونشوفها في فيديوهات انا هي اليوم نضرب الشوربه الجزائريه لاول مره ضرب الشوربه من قلب العاصمه شنو يكون في الشوربه تعمل بودر الذره البلغور تقريبا يشبه للبلغور و شويه ليغوم معناها خيزو الطوماطي المطيشه وهذا ومطحونين والعجب واللحم غني الخروب وليزي بيش احسن شكون رضا كنت زعما الله يحسن الله غير واحد واش نحسن لا 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 لا
وهذه ما كليتش منها باهي حرشة. الحرشة هي. لا ماشي حرشة، لا تقريبا حرشة هي. هذا حرشة تبدو بسمية خشين، خشين على هذا رطبة، هذه رطبة. أيوة لا احنا حرشة ذخرة، احنا حرشة مباعة حليب، حليبة وفين يديرها؟ فين يديرها؟ تمرة في الوسط عيطوا لهم برجة، برجة ايه الحرشة وفيها تبرج في الوسط كي تاكلها شغل مقروض، تعرف مقروض مقروض ايه عندنا تقريبا كيف كيف كل صور هذا احنا نعيطوا له الحمل حلو، هذا يشغل فاكهه مجففه وطايبه هذا احنا نحرر بلا اناناس مشمش وعينه اش نقول له عينه في المزهر في المزهر هذا كيوي الله يخطف عليك اخي ادوان امين امين شبعت مرحبا يا خويا الله يحفظك ايوه لا والله اول ما قدرت كل شيء كاين صحتكم خويا صحة وراحة ما يسلمك بيعك صحة خاصنا لا مارس دابا واحد شي ساعة ما كان يلا تفضل انا نمشي شي ساعة خليك ساعة المكانة باش يمشي يخبر هذا بكم في الجزائر مرحبا بكم في الجزائر ومرحبا بكم في الجزائر أنتي إسراء أنتي إسراء ما أنا نوادر أنت نوادر ما شاء الله وليدات رضوان اخوان الكمال هاد لا فيديو ديالنا جابنا المدير رضوان انا الظلام شويه راه ما كيبانش مزيان ناكلو كعب سميتو قلب اللوز قلب اللوز قلب اللوز قلب اللوز قلب اللوز الاخوان تما هذا قلب القلب تاعو في الوسط باللوز يعيطوا له قلب اللوز واشاين اما سيدي النعناع حنا جالسين مع مع المدير رضوان هل سميت هذه البلاصه خير رضوان ارديس ارديس هذه البلاصه بكري واسمها مظله 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 كانوا الناس يجوا يصيدوا هنا وكذا كان حوت الله الله هو دابا راه اون فاس كاين البحر من مورانا وارديس راه هو السونتر كوميرسيال هذا اللي من مورانا وحنا مع رضوان جينا ناكلو كعبد قلب اللوز قلب اللوز كورد الماند هارد هارد اوف الماند هارد اوف الموند هارد اوف الموند هي هذه لو كور دو 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 لاموند دو لاموند وي لو كور دو لاموند نديرو 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 التجربه دوك ورجع لي بالخبر ماشي مليح قول لي ماشي مليح لا انا ما نجيك من الاخر يا طريبيا بسم الله اوي قلب اللوز قلب اللوز اوي حنين شوف هذا كان يعيطوا له قلب اللوز كان يعيطوا له محشي محشي حيت محشي باللوز محشي محشي باللوز حاجة على الانتيريور وفيه بحال واسمه مظهر ياك بيان سور يخدموا بالماء الشربات تاعو ولا العسيله تاعو تجيب بزاف مايها شغل ليكيد بزاف خفيفه كيكون سخون وهي بارده لازم يتناقضوا مع بعض هي هو يكون سخون وهي بارده كيديروه باش يحكم هاد لافورم وقد ما يبات قد ما يولي مليح ياك يزيد يقصح يزيد يتجمع. يحكم روحه فوالا يتجمع لا ما شاء الله تبارك الله كاين المعنى ما نقدرش نوصف لكم الصراحه المذاق ديالو كيفاش سبيسيال اللي حاب يدوق يجي مرحبا به اللي حاب يدوق يجي يجي لا لا بروشان فوا مرحبا به بسم الله المهم نكمل ناكلو هادشي ديالنا اخوان السلام عليكم اون اخوان كنكملوا الجوله ديالنا مع المدير رضوان انا عمسي وين حنايا دابا اخي رضوان رانا في مونيمو رانا في مونيمو ما شاء الله كبير اخي رضوان شاف انت يبان لك متبعد عن بالك صغير وي والله الا كبير صح السلام عليكم الله يبارك ياك صافي تفوت الحدود تضرب البارود تقول لي ياك الله يعاون ما شاء الله هنا اللي يجي الرايس حبس الطوموبيلات هنا تاع الدروج يجي في 1 نوفمبر يحط النوار منو قسما ويروح على شو هذا ويتيرو بيان سور ويتيرو بالبارود ويتيرو بالبارود اه برومينو شاك برومينو نوفمبر امينوي امينوي تما لو 30 يا اكتوبر امينوي من مورانا بالبارود. كيف هذا كاع تبع المونيمو هذه ساحه يلعبوا فيها يديروا فيها يديروا فيها لي فوار كذا لي جو تاع الدراري في الصيف وكذا وتحتو كاين حوانت لاباس الحمد لله نعم مالك بخير بخير لاباس بخير ترونكي كنصطح لكم انايا
شكرا بزاف شكرا بزاف. حنا كنتصطاو على الجزائريين كاملين من القلب والله العظيم الا من القلب قسما بالله معلوم معلوم لا والو لا والو حنا الشعب نحبوا بعضنا بعض. شكرا الله يحفظك. تبغي تقول شي كلمه امي لا واش نقول لك انا مرحبا بك في بلادك خويا الثانيه واش بيك ربي يحفظكم. شكرا بزاف. انتما كما يقولوا الشعب بارك الله عليه تبارك الله عليه حنا شكرا بزاف احنا خوت كاملين والله الا كيف كيف ربي يخليكم كاع في مرحبا. امين امين جميع جميع الله يسهل لنا كامل. شكرا بزاف. اش بيك العزيز يقول لك هنا شي كلمه للجمهور المغربي شي كلمه نحبو بعضنا نحبوهم الله يحفظك. كيفاش شي بيك والله شعب واحد لغه وحده دين واحد كلشي بحال ماكله وحده والله كل اسمح لنا دين واحد يكذب عليك كيف كيف دين واحد ونحبو بعضنا بعض يكذب عليك الله يحفظك. المغرب والجزائر حنا خاوه خاوه شي بيك داكشي اللي كاين تبارك الله عليك عم شكرا بزاف الله يحفظك من عندك الله يحفظك بحال درتيها لا والله بحال درتيها لا والله طبق البلوس تاعنا لا والله حبيبي شكرا شكرا دوقوش بيك دوق البركه ما يكونش بزاف وهذا وين كاين من عندك نعطيو شي كاوكاو نعطيو شي كاوكاو من عندك شويه كاوكاو نعطيو ثلاث حبات يديروا في فمه معليش معليش عادي عطينا شويه بزاف بزاف شويه لا بزاف اي شي بيدو هذا شويه هذا شي خويا الله يحفظك هذا يربط بيدو ها يربط بيدك اربط بيدك اربط بيدك انا عندا شي حبه ولا جوج ثلاثة سنة سنة نعم الله يحفظك يا حبيبي تبارك الله عليكم بارك الله فيك يا شيخ شكرا بزاف بارك الله فيك ان شاء الله ربي يحفظك تبارك الله عليك بصح نروح نشوفوك بيان سور تغيب علينا ان شاء الله يا رب اولا بروشين نجيبو لهنا ياكل هنا يلا ما نديش الدار ياكل هنا مرحبا الله يحفظك الله يعيشك شكرا بزاف الاسم برك كريم رشيد رشيد رضوان رضا انت انسان طيب انسان طيب وحنا المغاربه كاع خاوه يكذب عليك بيان سور بيان سور شعب واحد خوت كل واحد ويش بيك يا خويا العزيز الله يحفظك هذاك نصيب دوك نديك ناكل لك نشرب لك وجهك بحال درتي بحال درتي يا عمي تبارك الله عليك شكرا بزاف الله يحفظك صحه عمي رشيد السلام عليكم احسن ترحيب الاخوان راه كيما شفتوا فهمتي اي بلاصه كتمشي ليها راه هي كتكون لا ريبونس ديال اي تيري فهمتي. المهم حنا مازال مع الاخ رضوان انا هنا وين نروح دوكا؟ فين ما حبيت يا اخي رضوان نوتردام جديد مرة أخرى. فين هنا دابا خير رضوان؟ رانا في باب الواد بلاصة بالضبط طلعة تاع بوزريعة كوتي تاع الجبل كوكو نوتردام في نوتردام فوالا هاهي نوتردام هادي ليكليز نوتردام راه هي هادي اللي هادي الفوقانية هادي اللي اسمها ماشي هي كاينة واحدة هنا واحدة في وهران. والله إخوان تاي راك فهمتي راك كتشوف في البحر أو تاني كتبان لكم ألجي كاملة. المهم إخوان هذا هو السبوت ديال نوتردام الجزائر العاصمة باب الواد مرة أخرى من جديد. هذه قال لي مانيش قادر ناكل ما حبيتش نكثر له فيها لي زوبسيون جبت له شوكولا بانان
ولكن فهمتي دار ديال ماركوشين قال لي احسن احسن وندر فود وندر فود وندر فود ان الجزائر احسن من اللي كريب في الجزائر في الجزائر قي رضوان شكرا مره اخرى على هذا الترحيب هذا المهم غادي نقصوا الكريب ديالنا الاصدقاء اخوان جلسه هذه التيست دابا ديال احسن كريب في الجزائر ترايا ولا كريستيان لا با كريستيان صراحه هذا الكونسيبت هذا عمري شفتو اول مره غادي ندوق كريب لا با كريستيان شي تشوف ما ماشي لا با ماشي رطبه كريسبي كريستيان بسم الله واش رايك في المذاق قلت لي ما ناكلش كلهم فيزو جمال احنا اخوان في طابولي اللي كان هنا يدوز الوندر فود القصي احسن كريب في الجزائر السلام عليكم اخوان جات الساعه ديال لا فان ديال هاد لا فيديو هادي صراحه ما كنتش كاع متوقع هاد النهار يدوز بحال هكذا ان شاء الله اخوان كما شفتوا صراحه انا ما عنديش الكلمه اكتب عليك احسن ترحيب عند الجيران ديالنا الجزائر احسن شعب كما شفتوا وهذا الشيء راه اللي شوف اللي شوف هاد لا فيديو راه غير واحد شويه من بزاف ديال التعامل ما بيناش الكاميرا وكلش ضربونا بعيد اي ضربونا بعيد قال لك هادو الخاوه كيفاش راهم هادو كيفاش هادو خير دوان الله يعيشك وبليزير حبيبي تهلا في روحك الله يعيشك شكرا بزاف خير دوان الله يسهل لك ان شاء الله وسلم لنا على المراه راك قايتك وقول لهم راهم خاوتنا رايك يسمعوك واللي يحب يجي للجزائر وما بالش تلف له ما يلقاش وين يروح كذا ان شاء الله يتلاقى بيا ولا ان شاء الله يتلاقى بألف كيما انا الصراحه كل شيء عملك نفس التعامل الصراحه راه كيما شفتوا والله يحفظك شكرا بزاف اخي ضمان خاصكم تشكروا هذا السيد بزاف ربي يفرج علينا وربي ان شاء الله امين ان شاء الله يجعل السبب باش تفتح الحداده امين اخي ضمان ونجو ليكم وتجو لينا كيما كنا في السابق والله الصراحه اقسم بالله زعما ما كاين حتى شي فرق بين الجزائر والمغرب راه نفس اللغة نفس الماكلة نفس كل شيء بحال لك تحس براسك بحال لك منفرد في المغرب مام التسميات مام التسميات أجواء بعض التسميات المدن كيف كيف كازا محمدية سبحان الله سبحان الله سبحان الله القلوب القلوب كيف كيف ثاني راك شفتوا كل شيء على عينيكم يا اخوان ممكن هذا الفلوق ديالنا في الجزائر مع الاخ رضوان احسن معرفة الاخ رضا الله يحفظك يا رضا من المغرب خوناك وراك جزائري ما تقولش كاع راك من المغرب انتيك احتلتم انتيك يا خو يا خو تبارك الله عليك يا رضوان وعياكم اخوان السلام عليكم طلعوا لنا الفيديو ان شاء الله بارتاج وليجام ويا خويا بارك الله فيكم على المشاهده السلام عليكم